أكدت العديد من المصادر أن الفنان السوري الراحل محمد قنوع توفي بسبب خطأ طبي، والبعض الآخر أكد أنه قتل، وبعض المواقع أكدت أن عائلة الفنان السوري الراحل محمد قنوع قامت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي. هل هناك خطأ طبي أم قتل، أم أن سبب الوفاة هو الذي تم إعلانه بمجرد وفاته هو إصابته باحتشاء في عضلة القلب؟ وأنهى حبيب ابن عمة الفنان السوري الراحل محمد قنوع حالة الجدل التي رافقت وفاة الفنان السوري محمد قنوع حول أنباء غير مؤكدة بأن خطأ طبيا أنهى حياته في المستشفى. وقال حبيب ابن عمة الفنان السوري الراحل محمد قنوع أن الأطباء أجروا عمليتي قسطرة قلبية للفنان، الأولى كانت قبل أسبوع من وفاته والثانية يوم وفاته. وبين حبيب أن الأطباء قاموا بتركيب الشبكات قبل أسبوع من وفاة محمد قنوع وتأكد نجاح العملية الأولى، لكنهم نقلوا الراحل إلى المستشفى بعد أن شعر بألم حاد في الصدر وذلك يوم وفاته، فأجريت له عملية قسطرة ثانية أخذت وقتا أطول بكثير من الأولى، ثم أبلغهم أحد الأطباء بعد ذلك بتوقف قلب محمد قنوع بشكل مفاجئ ونزول في الضغط بشكل حاد خلال إجراءهم العملية. وبين حبيب ابن عمة الفنان السوري الراحل محمد قنوع لمنصة سوريا استريم بأن الأطباء أدخلوا محمد قنوع غرفة العناية المشددة بعد إخراجه من غرفة العمليات، وبعد إنعاش قلبه عاد للحياة مجددا، لكن قلبه توقف مرة ثانية وجري إنعاشه أيضا ليعود إلى الحياة من جديد، إلا أن الفنان السوري محمد قنوع أصابته أزمة صحية غاية في الصعوبة يطلق عليها رجفان بطيني، وبعد 3 ساعات من إجراء عملية القسطرة فارق الحياة. وأشار إلى أن الأطباء لم يقصروا بحق محمد قنوع، ولكنه لا يستطيع نفي وجود خطأ طبي أو تأكيده، لأن الطبيب المتخصص أدخله بعد العملية الثانية وقام باطلاعه على تفاصيلها جميعها، مؤكدا أن المضاعفات التي حدثت كانت خارجة عن إرادة الطبيب، لذلك يستبعد وقوع خطأ طبي بنسبة أكثر من 80%. وبعض المواقع أكدت أن الفنان السوري محمد قنوع قتل، واستندت في ذلك بسبب ميوله السياسية. فهل هناك خطأ طبي وراء وفاة الفنان السوري محمد قنوع أم قتل، أم أن سبب الوفاة هو الذي تم إعلانه بمجرد وفاته هو إصابته باحتشاء في عضلة القلب؟ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصية الفنان السوري الراحل محمد قنوع، زاعمين انه قد كتب الوصية في وقت سابق ووضعها في يد 3 من افراد عائلته بالاضافة الى المحامي الخاص به، لانه كان يراود شعور بانه يمكن ان يفارق الحياة في أي لحظة، لأن عائلته بشكل عام لا يعمرون طويلا بحسب تعبيرهم. ورغم تصدر هذه الوصية الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن عائلته أو أحد المقربين من الفنان الراحل لم يرد عليها بحكم انشغالهم بالعزاء، فيما تساءل آخرون عن مصدر هذه الوصية التي لم يتم الكشف عنها. واحتوت الوصية على عدد من الأجزاء، من بينها جزء خاص يتعلق بأفراد عائلته وتم التكتم عليه،
وعدم الإفصاح عنه نظرا لخصوصية الموضوع، في حين كان الفنان السوري الراحل محمد خانوع قد كتب في وصيته أيضا بعض النقاط المتعلقة بأملاكه وأخرى بالوسط الفني وأعماله التي قدمها طيلة مسيرته. وقيل أيضا أن الفنان السوري الراحل محمد خانوع يمتلك أموالا منقولة وغير منقولة وبعض الأصول خارج بلده سوريا وتحديدا في مصر، وأوصى وفق ما هو منشور أن تذهب ثلاثة أرباع هذه الأموال لزوجته كونها المسؤولة عن أولاده الأربعة، بينما أوصى بأن يتم التصرف بالربع المتبقي من أمواله لصالح عدد من الجمعيات الإنسانية ولا سيما المعنية بمرضى السرطان والجمعيات التي تهتم بالأيتام، واستبعد طرف ثالث الأمر إطلاقا وكذب ما جاء في الوصية، لأن مثل هذه الأمور لا تخرج إلى العلن، مؤكدين أنه لا يمكن للأشخاص الثلاثة الذين ائتمنهم الفنان السوري محمد خانوع وسلم لهم الوصية كما قيل أن يقوموا بنشرها. وأوضح أن هذه الوصية شائعة لا أساس لها من الصحة، فيما علق بعضهم بالتريس لحين أن يقوم أحد من عائلته بالرد عليها وتوضيح الأمر. وتوفي محمد خانوع في 22 أبريل عام 2023 عن عمر ناهز 49 عاما إثر إصابته باحتشاء في عضلة القلب بشكل مفاجئ، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بأن وفاته جاءت بعد عملية قسطرة قلبية، وشيع جثمانه من مشفى دار الشفاء في دمشق، ووري جثمانه الساري في مقبرة المزة بدمشق. وتزوج الفنان السوري محمد خانوع من سيدة من خارج الوسط الفني، وله من الأبناء أربعة: مروان وعدنان ومايا وماسة. وأكد ابن عم الفنان السوري الراحل محمد خانوع إنه لم يكن يملك شيئا، في إشارة إلى معلومات متداولة عن وصية ترك فيها محمد خانوع أموالا لعائلته. وقال زياد خانوع أن الفنان السوري الراحل محمد خانوع لم يكن يملك منزلا، فكيف تكون له أملاك للتوزيع، معلقا بالقول: محمد خانوع ما عنده بيت ولا يملك أي شيء سوى محبة الناس. وشكك في لقاء إعلامي مع كيو ميديا بوجود وصية كتبها محمد خانوع، مشددا على أنه لم يكن يملك أي شيء مما أشيع في الوصية، مضيفا أنه لا يعلم إن كان هناك وصية خاصة ضمن محيط عائلته الصغيرة، وتابع: لو محمد عنده الأملاك كان وزع نصه ما عنده شيء. وبعد انتشار هذه الوصية خرجت زوجة الفنان السوري الراحل محمد خانوع عن صمتها أخيرا، وطلبت من الجماهير أن يدعوا لزوجها الراحل، وقالت أن وصية زوجها طلب منها أن تهتم بأبنائه وأن تجعلهم يحبوا بعضهم البعض ولا يتركوا بعضهم أبدا. أما بالنسبة للأملاك والأموال فأكدت أن زوجها لم يكن يملك أي شيء، قائلة: حتى المنزل التي نسكن فيه هو بالإيجار، مؤكدة أن زوجها الفنان السوري الراحل محمد خانوع كان يصرف كل شيء على أبنائه لكي يعلمهم أفضل تعليم، وكان يقول دائما: أن أبنائي هم ثروتي ولا أريد أي شيء آخر من الحياة،
مؤكدة زوجة الراحل إنها لا تهتم بالأموال والأملاك، ولكن كل ما تهتم به هو أبنائها فقط. يذكر أن الفنان السوري محمد قانوع كان قد كشف في أكثر من مقابلة إنه لا يملك منزلا، وأن المنزل الذي يسكن فيه بالإيجار، ونفى في مقابلة سابقة امتلاكه منزلا، مؤكدا إنه ظل يعتاش على الفن حتى حصل على وظيفة في العام 2015 كمدير عام لشركة EBC للإنتاج الفني، ما منحه شيئا من الإطمئنان كونه أصبح يتلقى راتبا. وصرح إنزاك بالقول: حتى عام 2015 واستلمت مدير شركة عام EBC للإنتاج الفني، من وقتها ظهري مسنود، فحال ما اشتغلت عندي راتب راح الخوف عندي بين رمضان والعيد الكبير، استراحة الموسم دائما، أقول متى يجيني عمل. وعلق حينها: أنا لا أملك بيت ملك في دمشق ولا خارج دمشق، الفن بيطعم ناس وناس.